الأسد والتور. كان يا ما كان، كان في زلمة غني وكان عنده جمال وبقر وغنم، ومن بين هالحيوانات كان في تورين قوايا. وبيوم من الأيام قرر الزلمة يترك بلاده وقريته ويروح مع قطيعه لبلد جديد. ولما كانوا برحلتهن على الطريق بلش ينزل المطر بغزارة، وتحولت الأرض يلي عم يمشوا عليها لبرك من الطين. ضل الزلمة عم يمشي بالقطيع بنص الطين وتحت المطر، لحتى غاصت رجلين تور من التيران بالطين وما قدر يتحرك. حاول الزلمة يطالع التور من الطين أكتر من مرة بس ما قدر، وقرر يترك التور لحاله وترك معه خادم يدير باله عليه ويطالع التور من الطين لما بينشف الطين وبيلحقوا القطيع برحلته. الخادم ما قدر يصبر حتى ينشف الطين وقرر يترك التور ولحق الزلمة وقال له إنه التور مات. بهالأثناء ضل التور يحاول يطالع حاله من الطين، وبعد كم محاولة نجح التور وخلص حاله من الطين. بعد فترة إجا الربيع وتعبت الأرض عشب وحشيش، وصار التور يرعى لحاله وياكل عشب ويخور بصوت عالي كتير. سمع هالصوت أسد كسلان، كان بيعيش بنفس المنطقة ومعروف عند كل الحيوانات إنه هالأسد كسول، وكان بين هالحيوانات يلي بتخدمه ضبع ماكر. لما سمع الأسد صوت التور خاف وبعت الضبع يشوف شو قصة هالصوت الغريب ويجيب الخبر اليقين. وفعلا راح الضبع يشوف شو القصة وشاف التور عم ياكل عشب. قرب الضبع من التور ولما تأكد انه التور حيوان مسالم قال له مين سمح لك تدخل هالمنطقة بدون ما تيجي تسلم على الملك؟ كيف بتسترجي تزعجه بصوتك العالي؟ قال له التور ما كنت بعرف انه في ملك للحيوانات، رح روح لعنده واطلب منه السماح. راح التور لعند الأسد وسلم عليه واعتذر منه، حكى مع الأسد يلي عجبه كلام التور وشاف إنه حيوان حكيم، وصار الأسد يستشير التور بكتير أمور كان التور يعطي فيها رأيه الحكيم. مع الوقت صارت علاقة التور بالأسد علاقة متينة، وصار التور الرفيق القريب للأسد بذات الوقت يلي بعد الأسد فيه الضبع عنه. حس الضبع بالغيرة والحسد من التور يلي أخد مكانه، وقرر يفكر بخطة ليخلص فيها من التور. راح الضبع لعند الأسد وقال له إنه سمع التور عم يتآمر مع الحيوانات ليقتلوا الأسد، والأسد حب يتأكد إنه هالكلام صحيح وطلب من الضبع يجيب له دليل. قال له الضبع روح لعند التور ولما رح يشوفك رح تشوف كيف ما عم يتطلع فيك وهو متوتر وقلقان ووشه مصفر وعم يتلفت يمين وشمال، وهالشي بيأكد انه خايف منك لانه عم يخطط يقتلك. وفورا ترك الضبع الاسد وراح لعند التور وقال له انه سمع الاسد عم يقول انه التور صار سمين كتير وصار لازم ناكله. التور سأل الضبع شو دليلك على هالحكي؟ قال له الضبع اذا بتفوت على الاسد رح تشوفه مستعد ينط عليك مشان يقتلك. بالفعل فات التور على الأسد ولقاه بنفس الوضعية يلي قال له عليها الضبع. نط التور على الأسد
وبلشوا يتقاتلوا لحتى الأسد قتل التور. فرح الضبع لأنه خطته نجحت وخلص من التور. مع هيك وبعد فترة وصلت للأسد معلومات إنه الضبع كان هو صاحب هالمكيدة يلي انتهت بمقتل التور المسكين، وأمر الأسد جنوده يقتلوا الضبع بسبب فعله الشنيع.